هو بناء أكبر منظومة أمنية استخباراتية تحكمية كولونيالية تتحكم بالشعب الفلسطيني وتضرب أعداء إسرائيل في الخارج من خلال اغتيالات ومن خلال أعمال تجسسية ومن خلال أعمال تخريبية ومن خلال أعمال يعني بيسموها السيكريت يعني سرية. اليوم في فلسطين الذي يتحكم في الفلسطينيين اللي هم نتكلم إحنا عن 5 مليون عن 6.5 مليون حوالي 150,000 إسرائيلي، هؤلاء مدربين تدريبا يعني مهنيا عاليا جدا وهم يتحكمون. الفلسطيني مثلا في غزة تحت الحصار، كل فلسطيني هناك من يعني المجموعة هذه تتابع كل فلسطيني، له ملف وله تعامل معه، وبالتالي كل الاختراقات التي تراها هنا وهناك هم يعملون ليل نهار. هناك في مجموعة تتحكم وهناك ميليتري ريجيم، يعني هناك في حكم عسكري في الضفة الغربية أيضا، يأخذونهم يسجنونهم يخرجونهم كذا يتعاملون معهم هذا التعامل. يعني أزد حضرتك الخارج اللي هو غزة يعني في ده ولا الخارج يعني المنظومة الأمنية أقصد يعني هناك في يعني مثلا عندك طبعا الموساد للعمليات الخارجية، ولكن عندك الشباك الشين بيت الأمان السرية ميتكال، كل هذه أجهزة بنوها كلها للتحكم الأمني بالفلسطيني وبكل أعداء إسرائيل. وبالتالي ممكن يكون كندي يستأجره صدام علشان يبني له مثلا المدفع الطويل المدى يقتل، يكون هو هدف ويقتل، يكون عندك الزواوي في آخر ما حد كان الزواوي وكان المبحوح يعني المبحوح طبعا فلسطيني يعني قصدي آخر حد اسمعه كان زواوي. أنت ما سمعتش، أنت لازم تقرأ كتاب اسمه Rise and Kill First، هذا خرج اللي هو طبعا هذه آية من التوراة أنه قبل ما يجي حد يقتلك تقف وتقتله أولا، والسب تايتل تبعه يعني العنوان الجزئي تبعه أنه هو تاريخ الاغتيالات السرية لإسرائيل. فهو يتحدث عن آلاف الاغتيالات، آلاف وليس مئات أو عشرات، ما في يوم يمر إلا يكون في عندهم هدف. العلماء الإيرانيين هذيك اليوم، هذاك اليوم تقريبا في واحد في المغرب تذكر كان في فندق واحد مصري عالم نووي وشرب عصير. هذه نفس العملية هذه تمت من حوالي 30 سنة، نفس عملية شرب العصير في فندق سموه في هناك رجل مات. هذه موجود، هذه لو مصر كتمت على الموضوع تماما طبعًا بدون تحقيقات طبعًا طبعًا ولا أي حاجة طبعا لأنه فضيحة. يعني هذا النوع من الاغتيال، العلماء النوابغ المهددين حتى بعض الشعراء والكتاب زي غسان كنفاني مئات الفلسطين في هذه المنظومة الأمنية وداخل فلسطين، هذا فقط في خارج فلسطين، فما بالك وداخل فلسطين أيضا. يعني هناك العشرات من الذين يقاومون اليوم في داخل هم مستهدفون، ومع ذلك الشعب ما زال يقاوم. فبناء هذه المنظومة الآن، هذه المنظومة أيضا عندما تقرأ هذا الكتاب 631 صفحة 629 depressing يعني تحس بالإحباط تماما، ولكن آخر صفحتين يعطوك الأمل الكبير. الرجل الذي طبعا الذي أباح للكاتب، الكاتب هذا رجل مهم جدا اللي كتب، والذي فتح له هو كان رئيس الموساد السابق واللي كان مسؤول على عشرات العمليات هذه قبل ما يموت، فقال له في آخر شيء إن إحنا بنكسب كل المعارك ولكن أنا بقول لك سنخسر الحرب. قبل ما يموت بسنة قال له سنخسر الحرب لأنه مش قادرين في الآخر نوقف مقاومة هذا الشعب. يعني فلسطيني impossible، نعم يعني مسألة مستحيلة أصبحت، وأصبح يعني هم يفعلون كل شيء ومع ذلك لا يعني يقتل واحد يجي عشرة يحاول يعملوا شيء. ومع ذلك إحنا ما نرى ذلك، إحنا قد لا نرى ذلك ولا نرى الإحباط ونرى اليأس ونرى الهزائم، ولكن هم يرون المسألة من وجهة نظر. لحظة دكتور، التقيت ببروفيسور أكاديمي في أمريكا وكنت طلبت منه يطلع ضيف معايا هنا في الاستوديو، خاف وقال لي بالنص كده إنه مع إدارة ترامب اتكون اللوبي الصهيوني، أي حد يجيب سيرة الصهاينة أو يعني يبقى أنتي صهيوني بيفصل من الأكاديمية بتاعته. تمام، أنا هذا جاي طبعا في المبدأ اللي بعده وسأناقش المسألة هذه، لأن طبعا أنا بقول لحضرتك أنا أسخ في الحد اللي قال لي كده، بسخ أنا أحد ضحاياها، بس أقول لك أن الترند الاتجاه. أنت أحد ضحاياها؟ طبعا، أنا ليش موجود هنا أصلا؟ ده الراجل قال لي كده، قال لا 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 لا, لا أنا ما أطلعش. وإيه قلت له أنت عندكم أنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي أخاف. قلت له تخاف من تركيا؟ أنا فاهم إنه خاف من تركيا. لا لا لا، أنا فاكر إن أمريكا بلد الحرية يا سيدي. أنا لا 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 لا, 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 لا. أنا